البداية من الزميلة نادين ديوب في اللاذقية وهي معنا من هناك مباشرة من المصرف التجاري، وبناء مشاهدينا على توجيهات مصرف سوريا المركزي بدأت المصارف العامة والخاصة فتح الحسابات المصرفية للمواطنين الذين يشملهم الدعم الحكومي من أجل تحويل الدعم المادي لهم عبر حساباتهم عن آلية العمل والتسهيلات المقدمة والكثير من التفاصيل. معك الزميلة نادين ديوب. زميلتنا نادين تحية لك. نعم، تحية لك أروى ولكل طبعا مشاهدين عبر القناة السورية. يعني كما ذكرتي أروى، ضمن الإجراءات الحكومية بالدعم النقدي للإخوة المواطنين المستفيدين من الدعم الحكومي، وطبعا وفق مخطط زمني من أجل الدعم النقدي كما ذكرنا وتقديم التسهيلات من قبل المصارف بكل فروعها بالمحافظات من أجل تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات للإخوة المواطنين من أجل فتح حساباتهم المصرفية لمن لديه حساب. وطبعا هذا الأمر لا يعني بالإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه أو حتى طبعا التأثير على هذا الدعم، وإنما التمكين كما ذكرنا، تمكين الدعم للإخوة المواطنين بقدر المستطاع وفق الخطة الموضوعة الزمنية من قبل الحكومة. تفاصيل أكثر مع الأستاذ بشار حسام الدين، مدير المصرف التجاري السوري طبعا رقم واحد، وهو فرع من فروع المصارف الموجود بالمحافظة التي تعمل وفق هذه الخطة. تفاصيل أكثر لك بداية، يسعد أوقاتك أستاذ حسام وأهلا مرحبا بك عبر السوري. أوقاتكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم بمصرف التجاري سوزة فرع واحد الأدية، وأهلا وسهلا بجميع المشاهدين. أهلا بك أستاذ حسام. بالبداية بدنا من حضرتك يعني ولو فكرة عن الدعم النقدي المقدم للمستحقين والمستفيدين من الدعم الحكومي. طبعا هو الدعم النقدي هو توجه الحكومة لتعويض الدعم العيني أو الاستهلاكي الموجود اللي عم تقدمه الحكومة للمواطنين، تعويضه بدعم نقدي عن طريق قنوات المصرفية المعروفة بالبلد. أحد القنوات المصرفية هي المصرف التجاري السوري. طبعا المصرف التجاري السوري بتوجيه من إدارتنا العامة مباشرة تم توجيهنا لفتح الحسابات الجارية مباشرة وبدون أي تلكؤ. الحسابات المقصودة نحن بنفتحها هي حساب البطاقات المصرفية، حساب الفيزا. أي حدا ما عنده حساب مصرفي سواء عنا سواء بالتجاري السوري أو بأي مصرف آخر فهو حكما ممكن نفتح له حساب نحن بالمصرف التجاري، حساب بطاقة صراف. طبعا الإجراءات هي بسيطة، لكن قبل الإجراءات أستاذ حسام إذا بدنا نعرف من حضرتك ما هو حساب الفيزا بالشارع؟ حساب الفيزا هو بطاقة مصرفية، بطاقة مصرفية إلكترونية يتم إجراء عملية السحب النقدي عن طريق الصرافات أو عن طريق أجهزة البي أو إس. فوقت بتصير عملية تحويل الدعم النقدي للمواطنين، طبعا مثل بطاقة الصراف الراتب، يتم تحويل بطاقة مبالغ الدعم على بطاقة الصراف، وفينه أي مواطن وقتها بيسحب إما من حساب من الصراف مباشرة أو من أجهزة البي أو إس المنتشرة بكل فروع المصارف التجارية السورية. ايضا بدنا نحكي عن الاوراق المطلوبه بالنسبه للاخوه المواطنين طبعا الذين لا يملكون حساب مصرفي، يعني شو مطلوب من الاخ المواطن لفتح حساب؟ طبعا نحن الاجراءات كثير بسيطه وكثير سهله، الشيء الوحيد اللي بنطلبه من المواطنين عباره عن بجيب لنا بطاقه تكامل زائد هويته الشخصيه وصوره عن هويته فقط لا غير. بنفتح له حساب، نتاكد طبعا اول شيء انه هو ما له حساب عنا، ما له حساب بطاقه استضافة عنا، وبالمقابل بنفتح له حساب مباشره خلال دقائق. يعني العملية كتير سهلة وكتير بسيطة، ما في أي مشكلة. أيضا بدنا نحكي عن استعدادكم لاستقبال الأخوة المواطنين، كيف الإجراءات التي طبعا تمت بالمصرف بفراكم من قبل الكوادر، الموظفين، ساعات الدوام، أيضا التنظيم، التنسيق من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الأخوة المواطنين بشكل يومي؟ طبعا بتوجيه من إدارتنا العامة سيتم إجراء مناوبات للفروع لغاية الساعة 6، وأثناء أيام السبت سيتم مناوبة بعض الفروع لغاية الساعة 4 بعد الظهر. بالنسبة للفرع التجاري رقم واحد، نحن حاولنا قدر الإمكان أنه نلبي كل المواطنين وما يكون في أي تأخر بفتح الحساب. لهيك جبنا يعني في زملائنا من باقي الأقسام
تمت عملية نقلهم لقسم الفيزا مشان المؤازرة ومشان نقدر نستوعب أكبر عدد ممكن من المواطنين لفتح الحساب، بحيث ما يكون في أي ضغط سواء من المواطنين أو ازدحام للفيزا. فبعتقد حاولنا نبسط الإجراءات قدر الإمكان. طبعا هذا ما بيمنع أنه يتم عملية تشهد شوية زحمة مثل ما بيقولوا، يعني عملية بعض الازدحام عم نحاول نتلافاها قدر الإمكان. زملائنا كثير متعاونين، كافة العاملين متعاونين، الحمد لله مواطنين عم بيحاولوا يكونوا معنا كمان متعاونين. فالإجراءات الحمد لله اليوم، يعني امبارح كان شوي أول يوم، اليوم الإجراءات كثير كانت كويسة وبسيطة، والمتعاملين لاقت قبول يعني من كل المواطنين. عم بكلنا بقدر الامكان تسهيل وتبسيط الاجراءات. اذا بدنا نتحدث ايضا استاذ بشار، يعني هون اذا بدنا نقول الوقت المستغرق يعني للاخ المواطن، امتى بيحصل على حسابه المصرفي؟ المده الزمنيه لحصوله على الحساب؟ هلا هو مباشره، هو نفس اليوم الحساب بيتم اجراء الحساب، يعني مباشره بياخذ رقم بطاقه. الفكرة هو جلب البطاقة من الإدارة العامة. طبعا نحن حاليا بالمصرف التجاري السوري هو طباعة البطاقة عن طريق الإدارة العامة، إن شاء الله قريبا بصير عن طريق الفروع، بس حاليا عن طريق الإدارة العامة هي المدة الزمنية لإرسال البطاقة. يعني ممكن بالحد بالحد الأدنى بين أسبوع وأسبوعين إن شاء الله البطاقة تكون موجودة. هي عملية بريد وعملية إصدار من الإدارة العامة. فقدر الإمكان برجع بكرر، نحن كإدارة عامة وكفروع في استنفار كامل لهالموضوع هذا، وكل إجراءات متخذة من قبل إدارتنا العامة لتوفير البطاقات بأسرع وقت ممكن. أكيد لكم، يعطيكم العافية. بدي أرجع لك أستاذ بشار، لكن بعد ما طبعا نأخذ فكرة أكثر عن فتح حساب الفيزا كما ذكرنا، راح شوف هون المسؤول عن هذا القسم الأستاذ ناصر نعال. يسعد أوقاتك أستاذ ناصر. بدنا نعطلك شوي عن العمل. اهلا وسهلا استاذنا الكريم. يعني اذا بدنا نتحدث عن حساب الفيزا وفتح حساب الفيزا لاخوه المواطنين، يعني نحن المعلومات الاوليه هو لمن ليس لديه حساب مصرفي، الاوراق المطلوبه، الاجراءات، كيف بيتم حساب الفيزا؟ الاوراق المطلوبه انه بده يكون معه صوره هويه وما يكون عنده حساب ابدا، واذا عنده حساب مثلا جاري بفرعنا ممكن نفتح له حساب فيزا، لانه نحن ما عندنا ربط للحساب، فاجباري بده حساب فيزا مع البطاقه. الحساب الجاري هو منفصل عن حساب الفيزا، يعني يجب ان يكون لكل مواطن حساب فيزا. حساب فيزا مستقل، وخصوصي اذا نحن عندنا هيك، اذا لهم حساب البنك الخاص او كذا بيكون بروح على الخاص. تمام، هي سؤال للاخوه المواطنين بشكل عام استاذ ناصر، يعني اللي عندهم حسابات مصرفيه اخرى او حساب رواتبهم واجورهم ومستحقاتهم، ايضا بيضطر هون المواطن لفتح حساب فيزا؟ هلا اذا عنده بطاقه ما في حاجه. بطاقه راتب نحن المعتمد عليها. راتب خلص تعتبر هي حساب. ما في حاجه انه يفتح حساب، خلص بنكتفي فيها، فهون بهالحاله البطاقه هي نفسها بديله. وبانتظار التعليمات تبعت الرابط الدعم وكذا، هي لسه الحلقة المفقودة. نعم، هي فيما بعد يعني خلينا نقول تبعيات يعني هذا المخطط. نساوي الشيء الروتيني اللي لازم يعني نشتغله، عم نفتح لهم حسابات، فصار عندنا تقريبا شيء 300-400 حساب يعني هيك. من بداية تاريخ الخطة المصرفية. ايوه، شيء تقريبا 300 حساب هيك شيء عم نفتح لهم، والعمولات يعني كمان في عمولات مثلا حساب طابع كذا وقيمة بطاقة وعمولة بطاقة وكذا، قريب 25,000 تقريبا هيك. المواطن قد ايه مثلا ممكن هون يستغرق وقت ينتظر يعني لحتى يتم اجراء حسابه؟ هلا في نحن وفي الشباب فوق عم يكتبوا له كذا وهيك الاجراءات وهذا عم يضبطوه، ونحن يعني ما لازم يطول اكثر من 5 دقائق يعني، بس هو الضغط اللي العائق نحن عنا. مبدئيا نحن مثل ما بنعرف بمبلغ مادي رمزي بداية ممكن يفتح الحساب، هي الرسوم المتعارف عليها. متعارف عليها هي، لا تقل قلت لك عن 25,000، هي رسومها هيك، واللي عنده معفي. اللي عنده معفي، تمام، يعطيك ألف عافية أستاذ ناصر من متابعة عملك، يعطيكم العافية. الله يعافيك. حضرتك جاي تفتح حساب فيزا؟ لا حاليا لا، بس في خربطة براتبي. عم تتابع، وحضرتك فتح حساب؟ لا، تجديد بطاقة، وامبارح جيت لعنده الساعة 4:30 للموظف. لأنه عم يذكروا الأخوة المواطنين باقي الأعمال كيف عم تتابعوها مع بالتزامن مع الحسابات؟ اعتراض، هي طلبات اعتراض عم. يعني عم تحاولوا كمان تستوعبوا الأعمال هيك عم بدعمونا بهالأمر هذا عم بيساعدونا،
ففي أربع ثلاث أشخاص كمان معنا مشكورين عم يساعدونا. يعطيكم ألف عافية. بالأمور الشؤون الأخرى. والباقي كمان. يعطيك ألف عافية. رح نتابع أيضا نحن لقاءاتنا مع الأخوة الموظفين طبعا الموجودين ضمن المصرف. يعني حضرتك جاي تفتح حساب فيزا. فيزا أي. شو الإجراءات كيف لقيتها؟ في تسهيلات؟ تسهيل ممتاز يعني. نعم. ما نهائيا جيت قلت لهم خلي تفتح حساب وتحط مبلغ معين حسبه كلته تمام دفعت اجت الايصالات دققن وقعن سيد المدير وكلتين مثل بيقول ما يقوموا بالعمل على اكمل وجه وكل ما يعني متفانيين بالعمل ما حدا منهم ما يخاف. يعني لقيت مشكله لقيت صعوبه في ناس ممكن تستصعب الموضوع انه فتح حساب هي ما مطلوب شيء هويتك الشخصيه عرفتي كيف بس الهويه الشخصيه عرفتي كيف صوره عنا وبتقدميها وبالامكان كل الاوراق من عنده من هون والامور ميسره جدا جدا ان شاء الله بالتوفيق لك. يعطيك الف عافيه. رح تابع ايضا لقاءاتي مع الموظفين الموجودين لاستفسارات اكثر حول فتح الحسابات المصرفيه او ما يسمى بحساب الفيزا لمن ليس لديه حساب. طبعا اجراءات وتسهيلات بمحاوله قدر الامكان لتبسيط الاجراءات للاخوه المواطنين. يعني عم نشوف العمل على قدم وساق لموظفي المصرف. رح اخذ تفاصيل اكثر. يعطيك العافيه. تعرف على حضرتك احمد خيربك مصرف تجاري سوري فرع واحد. نعم استاذ احمد اذا بدنا نحكي اكثر عن الاجراءات كيف عم بتكون مثل ما ذكر الاستاذ بشار انه انتم مساعده يعني في صار يمكن ضغط دوام زياده عليكم لكن محاوله قدر الامكان مثل ما ذكرنا تبسيط الاجراءات طبعاً. خبرنا عن اليه عمل. طبعا المصرف التجاري السوري هو الرائد بهذا الموضوع لدعم التوجيهات الحكوميه وفتح الحسابات. نحن رح نحاول قدر الامكان نسهل هاي الاجراءات من خلال ادارتنا او باداره الفروع. تم تشكيل لجان من الموظفين لتسهيل هاي الاجراءات. الاجراءات هي كثير بسيطه. اول خطوه ببلش بطلب فتح الحساب. الخطوه الثانيه نحن بنتاكد من هذا الشخص صاحب البطاقه وحامل البطاقه وتبعيه البطاقه التمويليه او بطاقه الذكيه. تمام. الخطوه اللي بعدها بتندفع هاي العمولات. هي عمولات حاولنا قدر الامكان تكون ميسره وبسيطه لهدول الاشخاص. وبعدين بيصير عندنا اصدار البطاقه. يعني خطوات بسيطه جدا. خطوات بسيطه واجراءات بسيطه. هلا اذا نحن بدنا نشوف هيدا هو صوره عن الطلب اذا بناخذها بعثه زميلي المصور بشار قزق. صوره طلب فتح بطاقه دفع محليه. هاي الورقه الاستماره خلينا نقول بعبيه المواطن وفق البيانات على هويته الشخصيه. طبعا هون الاسم اسم الاب الكونيه. نحن كثير مدققين لحتى يكون الاسماء مطابقه للهويه يكون في تشابه ايضا طبعا طبعا. كمان هون نحن بنحط المحارف باللغه الانجليزيه لانه هاي الحروف رح تطلع على البطاقه المصرفيه. طبعا نحن كثير مندقق انه شو هو المعرف رقم الهويه هويه عسكريه هويه شخصيه حسب نحن في اختلاف بين الاشخاص. الرقم الوطني لازم يكون دقيق جدا لانه هو بيكون الاساس بالتعريف بالبطاقه اضافه لمنطقه السكن والموبايل يلي هو البطاقه مفعل عليه لانه كثير نحن مركز على هي النقاط والاضافه للتواقيع الرسميه من قبل المتعامل من قبل اداره الفرع. يعني هي اجراءات بسيطه كما ذكرت. طبعا اسئله كثير المواطنين حول يعني اي قرار بخطه مصرفيه جديده هون دائما يعني المواطنين بيتساءلوا مباشره يعني فقط تعبئه هي الاستماره لكن البطاقه الالكترونيه تبقى ذاتها. تماما. طبعا هي البطاقه الالكترونيه لها مهام كثيره وفوائد كثيره. يعني اذا بدنا نحكي عن اليه ايضا استخدام البطاقه الالكترونيه فيما بعد وصول الدعم النقدي والحوالات لحساباتهم المصرفيه. حسابات المصرف التجاري السوري خاصة بطاقة الصراف هو فينو يدفع أي دفع إلكتروني. يعني نحن عم نحاول تقريبا يصير التحول الإلكتروني الحكومي بشكل كتير كبير. يعني فين يدفع فواتير الكهرباء وفواتير الماء أي فاتورة كانت عن طريق هاي البطاقة الصراف. يعني هي ما راح تكون محصورة فقط بتحويل الدعم إلى يعني هون هي كتير فيها فوائد كبيرة. وهون شوي المواطن شوي بيستغني عن الكاش بجيبته. هون بيصير في أريحية كتير كبيرة بالتعامل لبعض كما ذكرنا المواد والسلع اللي عم تكون بدعم الحكومه. نعم شكرا كثير لك استاذ. اهلا اهلا. طبعا بالختام الاستاذ بشار يعني بتفاصيل اكثر او هون معنا احد المواطنين
يعطيك العافيه. اهلا سي هلا. حضرتك جاي تفتح حساب مصرفي؟ جاي تفتح حساب مصرفي. حساب فيزا، كيف شفت الاجراءات؟ كيف شفت الخطوه؟ كثير امور بسيطه جيده، كثير ما فيها اي اشكال. الاستاذ عبيت هلا استمارتك وفق البيانات؟ عبينا استمارتنا ودفعنا اشعار 24,000. نعم. اجراءات بسيطه والاسعار عم تكون مناسبه كفتح، يعني رسوم، خلينا نقول رسوم مقبوله. مقبوله بالنسبه لي انا، بس ما بعرف بجوز في ناس ما بعرف شو دغري 24,000 يعطي. نعم. يعطيك الف عافيه موفق. استاذ بشار بالختام يعني بنقول لكم يعطيكم الف عافيه، يعني هلا الجهود بدها تكون اكيد مضاعفه بالاضافه لعملكم الاساسي بالمصرف. كيف عم بيتم التنسيق يعني بين باقي ايضا العمولات المصرفيه والاجراءات المصرفيه بالتزامن كما ذكرنا مع فتح حسابات الفيزا؟ بصراحه نحن بالاصل نحن نفتح حسابات بطاقه الصرف. الشيء الوحيد الطارئ علينا هو العدد الكبير اللي عم نستقبله، يعني صار في عندنا زياده بعدد بطاقات فتح الحساب. نحن بالاصل بنفتح حساب للرواتب، لتوطين الرواتب، نحن عندنا فتح حساب يوميا، عندنا كميه كبيره. الشيء الوحيد الطارئ صار عندنا موضوع الزياده الكبيره، يعني صار في عندنا ضغط كبير من المواطنين. بصراحه يشكروا جميع الكوادر اللي عندنا بالفرع، في التزام كبير بالعمل، في جهد مبذول ومجهد رائع ويشكروا جميعا. هذا الجهد هو اللي عم بيخلينا نخدم كل المواطنين. نحن بالنسبه لنا مثل ما قلت لك في مناوبات بناء على توجيهات ادارتنا العامه، نحن عم نضل للساعه 4 وايام للساعه 6. فهي طبعا اكمال العمل خلال المده الزمنيه الموضوعه. شكرا كثير لك. واستقبال كافه المواطنين. فهذا برجع باكد على ناحيه مهمه، هي الجهد المبذول من الموظفين، موظفي الفرع، لانجاح العمل ولاستقبال المواطنين ولخدمتهم. عملكم وبالتعاون. هذا الشيء لمسته واي حدا عم بيجي عم بيلمسه بشكل مباشر وواضح، يعني على ارض الواقع انه ما في اي مشكله الحمد لله بالمصرف التجاري عندنا، وبعتقد كافه فروع المصرف التجاري هي نفس التوجيهات ونفس الآلية ونفس طريقة العمل بكل المصارف بفروعها بالمحافظات. شكرا. مصرف رائد. شكرا لك. مصرف رائد ومصرف بيستقبل كافة المواطنين وبيخدمهم بكل أريحية حسب توجيهات إدارتنا. يعطيك ألف عافية. شكرا كثير لك أستاذ بشار حسام الدين، وحضرتك مدير مصرف التجاري السوري فرع واحد بمحافظة اللاذقية، طبعا كما باقي الفروع والمصارف بالمحافظات. العمل كما ذكرنا عم بيكون بقدر الإمكان بتنسيق وتعاون لاستيعاب أكبر عدد ممكن، استقبال الأخوة المواطنين المشمولين بالدعم الحكومي. وبنقول لهم أكيد يعطيهم ألف عافية، رح يكون طبعا الجهد مضاعف خلال هذه الفترة لاستكمال كافة الإجراءات. بالعودة لإلك زميلي أروى بالاستديو.